رحيل وحيد تخربيقوفيتش. في كأس العالم روسيا 2018 قرر منتخب ناروتو طرد المدرب مات بوسنيش وحيد تخربيقوفيتش قبل شهرين من انطلاق البطولة. وفي هذا الفيديو نلاحظ صيطام الأصلع يحاول إخراج دموع التصدير كي يصدر بها هذا المدرب المجنون نحو منتخب آخر ليبعده عن المنتخب الياباني الذي حقق آنذاك مشاركة مشرفة بتأهله للدور الثاني. بينما في مونديال قطر 2022 قرر منتخب لبؤات الأطلس قرر منتخب سيمبا الأطلس أن يستغني عن حماقات هذا المدرب المستر بيني، وذلك قبل 3 أشهر من انطلاق البطولة. وبالتالي فالمغرب نجح في التفوق على اليابان بحصوله على شهر زائد دون تواجد المدرب وحيد تخربيقوفيتش، مما يعني إمكانية تأهل المنتخب المغربي إلى الدور الثالث وليس فقط إلى الدور الثاني. الشعب المغربي سعيد جدا بهذا الخبر، فالأوضاع المعيشية للمواطنين ستتحسن بفضل إقالة هذا المدرب، وكيف لا وهو مالك شركة أفريقيا للمحروقات والقابض على روح اقتصاد البلاد والمسروقات. وحيد تخربيقوفيتش بعد رحيله ستنخفض الأسعار وسيتوقف هاشتاغ السعار، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على استجابة الحكومة لمتطلبات الشعب الأولية والضرورية، ألا وهي رحيل وحيد القرن. شنو غنضامنوا معاهم هادو مساكن اللي مرادين اللي دايرين هاد الحملة؟ مرادين دايرين هاد الحملة. واو وبدا كنشكرك على الفيديو، كنشكرك على الفيديو. حنا مرادين ورا فريم ورا حنا مرادين وحق الرب والله يا مرادين بالله ماشي مرادين هادو نتيجة القرارات ديالنا ماشي راه حنا فريم ومرادين اللي دايرينكم تما مكلتو هاشي لعبة وخلي يا حسين ياك ام مكلتو ياك اشنو وانا تنقول سروالي فين كلفليا كيسخن ليا ظهري ايوا وانا شكون اللي غادي يسخن ليا ظهري شوفو جمع نايس بوجمع نايس بوجمع هاديك بوجمع اخي المهم قبل ما نكملو فرقع دابا الفيديو بلي لايك دابا دير لايك دير لايك ولما كنتيش داير ابوني دابا ابوني كملوا الفيديو هاد الليله خاصني نعس بكري انا عاوتاني من 5 الصباح لا لا عاودوا بلا مستعجلين يا خويا و المشكله صاحبي راه ما كيبدلش هاد اللبسه كاع صاحبي زاد عليه واحد السلسله هنايا ديال الدولار واش يبقاو يشكروا في تركيا وكذا واخويا ملي كتشوف هادشي في تركيا اللي تقاس فارعنا راسك بيه فارعنا راسنا بيه راه كل التفاهه على هاد الحساب لا حول ولا قوه الا بالله ها هو اشهار لا ميزون ديال الطوموبيلات وما عرفش اشهار ديال شي محل كيس الحط الطوموبيلات لا حول ولا قوه الا بالله باك يشوف عندك الباك هذا العام خاصك تزير وباغي يقاد لك بروغرام اللي غتمشي به العام كامل أجواء الدخول المدرسي في المغرب. موعد الدخول المدرسي افتتح منذ أيام قليلة. المكتبات الوطنية مزدلكة من أجل التحضير للموسم المدرسي. في 10 ونص تكون تعشيتي وساليتي. غادي نعطيك واحد نص ساعة واحدة أخرى تبقى فيها شي ليبة. حتى ال 11. ال 11 غتكون خشيت وكاشة وناعس. أوكي؟ يس. هكذا شنو غتكون درتي؟ 12 ساعة ديال الخدمة. خدمتي 12 ساعة. وغتوصل للهدف ديالك مليار في المية وغادي تنجح اوكي اوكي عم واحد كيسول الدخله باش ندخل بنت مثلا ما كنعرفهاش عجبتني اما في الشات في الواتساب فيسبوك في اي بلان بغيت ندخلها شنو ندير انك واحد الدخله الدخله ماشي ديالي ديال صاحبي الدخله ديال صاحبي ناديه اسطوريه يعني فعاله يعني 90% خدامه الدخله واش نمشي دي واحد دري صاحبي اسطوريه جربها على حسابي تصنط غتكتب لها مثلا في ميساج تقول لها هاي السلام عجبني البروفيل ديالك وجاتني الفكره باش ندوب بجوج
عقل على الدخله. هاي السلام، عجبني البروفيل ديالك وجاتني فكره باش ندوب بجوج. مكتب ديال اتصالات وقسمت امي بالله وما تفرق بنتي انتي جيب بايق تاع امك راه تدير رجلك. سمعتيني ولا ما سمعتينيش؟ ورا كان عارفك اودني الطوبة كتهربني يا غوي السبالة كتبغي امك. سمعتيني ولا لا؟ يعني 90% خدامة الدخلة 10% ما خدامة. اوكي ليتس جو. جيت الكازا وعرفك مول طاكسي براني واحد دورة عالمية الصاب. شوف ما عمركم شوف مول طاكسي باش عبرك تقولك خويا اول مرة جيت الكازا اول مرة ليك في كازا اخويا يقولي الصاتش كتقول اول حي المحمدي انا معاك اشري الا بلاصة في حي المحمدي ها القالب يعني ما تجاوبو تكون عارف شي تويشيات انت فهمتي. ولدي مسكين بقى بوحدو في الدار واقيلا جدات وقنطة ولدها. ريمي 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 مررتي بخاطر الذكرى عبرتي مرتي الفكرة تسير للهوهوه الأفضل دروب قد قطعتها وتشي فين مشيت جاجة غسلت رجليها ونسيت. اوكي ما داز عليها 2012 البيت كوين 50 درهم انا ولاد حومتي في البلاي نوصا لا القاسم بالرب يا صاحبي كنيت هاد نوصان سميتو ديال شنو ديسباسيتو ماشي ديسباسيتو والله ما قلت عليه بالرب. المهم هاد نوصان البنات تيديرو ايه كيغاوتو وما عمرني عرفت داك المغني انا كاع اش كيدير في حياته ولا شكون هو ولا شو سميتو. كنت نسميه انا نوصه صافي هذاك خونا ديال نوصه بلاد من العام كامل كيوجد الوطني باش ينجح انا وصاحبي. فاش بقات لينا 5 دقائق وندخلوا ندوزو هذه المعادله في الاخر غتعطيك 7 × 3 و7 × 3 شحال 20 21 انا صاحبي واي اللي زادوا فيه واحد وهذا السؤال الثاني فيه معادله من الدرجه الثالثه انا كنجاوب منين يا صاحبي باينه واخا المهم هادي فاش غتخدم في الاخر غتعطيك 8 × 8 شحال 60 64 السيمو واي اللي زيدو 4 انت ديما كدير فيها عارف هاد المعادله في الاخر غتعطيك يا ربي تسمح لي يا ربي السفور الله العظيم يا ربي ما خلاص نسيطر على راسي اسمها هات اخوتي والله السفور الله العظيم ومن يعظم شعائر الله السفور الله العظيم يلا فهمتي راه مريت يا ربي تسمح لي السفور الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله. تفرقعت بالضحك يا اخويا قلت نقول السفور الله العظيم مشكل احنا ضعافة فهمتي صاحبي فهمتي ضعافة ما عندك ما دير ما الغالب الله الا سمحتوا لي الاخوان غادي ناخذ وقتكم واحد دقيقة ودقيقتين اللي تعاون فائدة ان شاء الله السودة. تعالى الحبة السوداء يا اخي شفاء اللي 99 داء كاين اللي غطراو دون صوغ يقول هذا نصاب وكاين اللي غيوشوش في الاذن تاع صاحبو يقول لي كذاب الا نخدعك يا اخي بيني وبينك الله تعالى الا سمحتوا لي الاخوان غادي ناخذ وقتكم واحد دقيقة ودقيقتين اللي تعاون فائدة ان شاء الله تعالى الحبة السوداء يا اخي شفاء اللي 99 والله الا باقي عاقلك تمشي مع الوالدك ركبوا في الطوبيس محطه ديال الطوبيسات اللي كانت في الرباط راه كبيره كانت حدا البومبه دابا ولات محطه ديال الطاكسيات كنتي كتلقى كاع الطوبيسات كاملين تما عشي كانوا كيطلعوا بحال هذا ديال الحبه السوداء كيطلعوا الطلابه كيطلعوا واحد الناس دايرين كارطونه تصور كارطونه بيموات كبار بيمو ديال الدرهم قداش اصاحبي عرفتي بيمو ديال الدرهم قداش كنقدوك يقول لها ماما خلي لي بيمو وانا داير في بالي كنت ناتيك وقيت اللي غيطلعوا دوك صحاب بيموات ملي كنطلع الطوبيس نبقى ندير ايه ونطلع مول بيمو غادي يطلع تطلع كتاخذ لي بيمو كنبقى غادي نقصي بشويه باش يلا نوصل للدار
ويا مش حال زينة. وكان ديما تقول هاد الحبة السوداء، كانت خايلة ديك الحبة وقت 99 داء تشيت نقول واو سادات، وكان عندي فلوس كون شريت شي 10 كتجيني بحال الحبة ديال دراغون بول، كتعرف بيا بحال ديال دراغون بول. تقول الحبة السوداء ما كي دايره هادي، واه كي غناكلها واش غنديرها في راسي ولا ما عرفتش. لا ما كنتش كنفكر داكشي كتفكر فيه دابا انت، داك راه مشكل انت داكشي كتفكر داكشي اللي انا كنفكر فيه دابا. فانتازي ديالها بنادم باش يضحك صاحبي. لا الساط وليد ولا حمزه حيت جيتيش عندو بالليل قلت لي الساط غناخذ مارشينين اللي فهمت، دابا انا راه ما عنديش مشكل. كان ما كانش ضدي راه عالي شاو يقول لي، قلت لي شوف لي ضد من اللاعب باش نعرف ولا كان عنده مارشينين اللي ما غاديش نشريه. الا عنده مارشينين اللي ما نشريهش، الا ما عندوش راه غادي ناخذو ونقول له انت تاخذو بلا ما تاخذو راه تقديش. هادشي يدير شنونو ما عندوش مارشينين اللي قلت لي راه غناخذ. قال لي اصلا انا ما حاطش عليه عين فهمتي، ما عرفش قال لي شكل بحال ما صافي. قال لي البارح بالليل يعني لا تقديش خونا فهمتي، قول ميت والله جا دابا بارك مطلعها فهمتي. اه جاك تطلع ولا هذيك مساح دموعك ما تجيش تقول لي مره اخرى راه نقود انا وياك فهمتي، ما تجيش تضحك معايا مره اخرى كاش تخدمني تقول لي ها مساح نضربك اصاحبي. يا لا ديكور اصاحبي ولا فو. وبنادم تيضرب الحساب دوك ملايين اللي هما عاطينو اصاحبي تما، ماشي ملايين ديال بصح، راه باش تشري لعابه تما فهمتي. من الاحسن بلا ما ندخل ليه انا كاع. دور الكاميرا تدور الكاميرا صاحبي. بلاتي واش غير انا بوحدي اللي تسنيت تطلع دري؟ ماشي علاش انا بقيت صابر تنقول ها هو دابا غادي يهضر معاهم بلا فهمتي، يا اما بالدارجه ولا غيطلع دري. انا في شي مشكل في انت عارف الصاد ناري دري في قبل البرا ده بارك الله يا بركه.